انقطاع الطمث أو كما يطلق عليها سن الإياس هي بالطبع مرحلة ليست بسهلة وذات تغيرات على كل أنثى جسدية ونفسية. أشهر الأعراض النفسية التي تحدث في هذه المرحلة هي التوتر والقلق والخوف. وإذا لم تستطع المرأة التأقلم مع هذه الأعراض فمن الممكن أن تصاب بالاكتئاب. تمر كل سيدة بمرحلة انقطاع الطمث. انقطاع الطمث هو توقف الدورة الشهرية عند النساء، ويعد ذلك إشارة على انتهاء سنوات الإنجاب وبداية مرحلة جديدة من مراحل الحياة. الأعراض: عدم انتظام الدورة الشهرية، هبات الحرارة، القشعريرة، التعرق الليلي، مشكلات النوم، تغيرات الحالة المزاجية، زيادة الوزن وبطء عملية الأيض، تساقط الشعر وجفاف الجلد. أهلا وسهلا فيك دكتور ببرنامج صحتك، وشكرا كثير على وقتك. أهلا فيكم، thank you very much. دكتور، بداية مرحلة انقطاع الطمث هي يعني بطبيعة التكوين البشري، وأي سيدة ستدخل هذه المرحلة في يوم من الأيام، لماذا تتخوف السيدات من هذه المرحلة؟ يعني هذه أهم شيء نعرف أنه كل سيدة بدأت تمر بهذه المرحلة. صحيح. وانقطاع الطمث هو بدنا نعرفه أكيد أنه منه مرض. نعم. في عدة أنواع من انقطاع الطمث، في بسموها مرحلة ما بين حوالي الانقطاع اللي هي بسموها بيريمينوبوزس، فيها تبلش بريمينوبوز اللي هي بعمر بتقعد سنتين، بعدين بتبلش تعمل عوارض، مينوبوز، بعدين بوست مينوبوز اللي هي المرحلة ما بعد الانقطاع. وطبيعي كل فتاة أول ما تخلق بيخلق معه رصيد معين من البويضات. المولود بيكون مبدئيا مليون لمليونين فوليكلز، بويضة بقلب المبيضات. صحيح. مع الوقت بيوصل، بس تصير بسن البلوغ وسن الإنجاب بيصيروا عندها، بيتحولوا ل500 ألف. هون بدنا نعرف 500 ألف ببلشوا كل شهر ينزلوا. نعم. مع العمر مع العوامل بيصيروا بيخلصوا، هون بتدخل بمرحلة ما حوالي انقطاع الطمس، وبس يخلصوا بصير اسمها انقطاع الطمس. طيب دكتور، الأعراض تبع دخول مرحلة انقطاع الطمس هل ممكن تشبه أعراض لأمراض أخرى؟ إذا في عندها الهوت فلاشز، الهبات الساخنة أو نايت سويتس، هيدول بالليل بيجوا أكثر شيء. تعرق الليلي. نعم. الحرارة بتقدر تعمل هالبروبلمات، الغدة الدرقية بتعمل هالمشاكل، البالبيتيشن، رفة القلب. دكتور، هل يتم علاج هذه الحالة أم العلاجات تركز فقط على تخفيف حدة الأعراض؟ أكثر شيء الأغلب هو معالجة الأعراض. سو خلصوا البويضات من المبيض، بدنا نرجع نعطيها أموال خارجية يعني هرمونز. سو فينا نرجع نعطيها هرمونات تترجع تيروحوا كل هالعوارض، العبقة، لخبطة الدورة، خصوصا من نتدخل إذا صار في خطر على حياتها، مثلا تجيها مرتين ثلاثة الدورة، صار في عندها فقر دم، صار عم بيأثر على حياتها العامة، وتعب ووهن، العبقة، الانحطاط، الفتيق، الرفات القلب. سو مفروض نرجع نعطيها هرمونات، هون بنتدخل. سو إذا فينا نعطيها هرمونات، ممنوع يكون عندها عدة الكبد مفروض يكون منيح، سو بنطلب فحص وظائف الكبد، بنطلب ممنوع يكون عندها سكري، كوليسترول، تريجليسيريد، مرض بالقلب، جلطة، تجلطات بالدم، هيدو أو مثلا درن لامبس بالثدي، وتكون عاملة فحص البابسمير الروتيني. هيدول طالما منيح سو يمكن أعطاء العلاج اللي هو علاج هرموني أو علاج غذائي. تاني قسم من البيشنتس اللي ما عندهم كونتر انديكيشن من هالهرمونو ثيرابي، اللي ممنوع ياخذوا هرمون ريبليسمنت ثيرابي. سو هون بدنا نعالج بس سيمتوماتيكلي الاعراض، بطل الاعراض. مثلا عم تعبي، عندها عبه هبات ساخنه، بنعطيها الصويا ومنتجاته. تاني شيء من الا شويه بتعمل رياضه، بنعطي اذا عندها دراينس بالمهبل، النشفان بالمهبل او العلاقه تكون مؤلمه، فينا نعطيها استروجين بس لوكال، موضعي. نعم. مرهم موضعي. صحيح. يعني بنعالج سيمتومز حسب
اي نوع مرضى جايين لعنا اللي فينا نعطيهم نرجع نعطيهم نو بروبلم، لانه بيرجع بفيدهم بيحميهم من عده امراض. بس الاستروجين اذا عنده استعداد عائلي او شيء لمب صغير درني معقوله يعمل ستيموليشن ويتحول الى سرطان، ويتحول الى سرطان اذا في استعداد. في كمان السرطان هو باكج طبعا، استعداد عائلي، استعداد وراثي وغيره، التهابات حسب وين عم نحكي اي سلطه. اذا كل شيء يجب ان يتم، اقصد العلاج الهرموني يجب ان يتم تحت الاشراف الطبي، تحت الاشراف الطبي وبانتظام، مراجعه كل 6 أشهر او سنويه. دكتور، في سيدات تدخل مرحله انقطاع الطمث في سن مبكره، يعني ربما بنهايه الثلاثينات او بعد 35، هل لهذا تداعيات على وظائف الجسم الاخرى من امراض قلبيه، من هشاشه عظام وغيرها؟ اوقات نتلاقى بهيك مرضى بحال عملوا عمليه، خصوصا هلا بوجود الاي في اف. صحيح، الاي في اف عم نعطي محفزات للاباضه اطفال الانابيب، سو عم نخلص البويضات او الرصيد مثل ما حكينا، عم نخلصه بسرعه. نعم. او بنعمل بوجود هلا عمليات لاباروسكوبي وعمل اكياس مبيض، كمان عم نفوت بنشيل قسم كبير، نحن عم نشيل الكيس المبيض عم نشيل كمان قسم كبير من هالبويضات، كمان هالرصيد عم بينزل. هذا كله يؤدي الى الدخول مبكرا في مرحله انقطاع الطمث. دكتور، ما اهميه اتباع نظام غذائي معين صحي وممارسه التمارين الرياضيه؟ مبدئيا مثل ما قلنا انه في علاج انقطاع الطمث هو هرموني واذا بحال ما قدرنا ونمط حياه. صحيح، من نمط الاكسرسايز، الرياضة اليومية اللي بتعطي حيوية، اللي ما بتخلي يصير فيه الدهون، تراكمات دهون اللي بتحمي الأوعية الدموية من الترومبوزس، من الكوليسترول، من التريجليسيريد، كله تراكم الدهن. وبدنا نعرف انه بس يخف الاستروجين بالجسم الميتابوليزم كمان بخف، الاستقلاب بخف. صحيح، منشان هيك بدها تزيد تتعرض السيدة لزيادة في الوزن، زيادة أكثر. في الوزن. نعم. صحيح. أيضا دكتور، نسمع أنه إذا كانت حياة السيدة بتوتر وقلق مستمر على مدار طويل ممكن هذا يسرع من دخولها في مرحلة انقطاع الطمث، هل هذا صحيح؟ الستريس بحد ذاته والتعصيب بحد ذاته ما بقى بيخلي الايبوتالاموس يشتغل، والايبوتالاموس بيصير ليزي ما بيأمر الهايبوفيز، الهايبوفيز ما بيأمر المبيض، ما بقى بيطلع بويضات، سو هيدي بتقطع الدوره، بس ما بيعني خلصوا البويضات، بصير في انقطاع طمس بس مؤقت، ترجع الامور لطبيعتها مشان هيك بتجي ما يزول التوتر. تقصد نعم، تنحكي بانقطاع طمس على القليل بده يكون في 12 شهر انقطاع تام. شكرا كثير دكتور على كل هذه المعلومات. اهلا وسهلا فيكم بالمستشفى التركي. شكرا دكتور. Thank you very much. الأسباب: انخفاض طبيعي في معدل الهرمونات التناسلية، جراحة استئصال المبيض تؤدي إزالة المبايض بالجراحة إلى توقف الطمث على الفور، ولا تؤدي جراحة استئصال الرحم فقط بدون مبايض في العادة إلى انقطاع الطمث فورا. أدوية المعالجة الكيميائية والإشعاعية مثل أدوية علاج السرطان. توقف الطمث ليس أمراً نهائياً بعد تلقي المعالجة الكيميائية، أما المعالجة الإشعاعية فتؤثر على وظيفة المبيض فقط في حال توجيه الإشعاع للمبايض. يعاني 1% من النساء من انقطاع الطمث قبل بلوغ سن 40، وينصح بخضوع هؤلاء النساء للمعالجة الهرمونية حتى بلوغ السن الطبيعي لانقطاع الطمث على الأقل، وذلك حفاظاً على سلامة المخ والقلب والعظام.